كنت عارفه بأن الخيارات المملكة المغربية كما شرط السيد المدير في المجلس الدولية في ائتلاف دولي لمكافحة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية جعلوا عرضة للتهديد المزدهر. هناك التهديد الخارجي الدولي بأنه كما لاحظتوا مجموعة التنظيم تنظيم القاعدة تنظيم داعش أصدر مجموعة من الفتاوى اللي كتحرض على مهاجمة المغرب. وهناك أيضا التهديد الداخلي اللي هما الخلايا اللي كتنشط في إطار ما يسمى بجهاد الطلب. فهاد هاد 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 التهديد احنا كنتعاملوا معه دائما بمنطق زيرو توليرانس، اي لا تسامح مع اي تهديد كيف ما كان. والحمد لله بلادنا بفضل المجهودات اللي كتقوم بها المديريه العامه للامن الوطني والمديريه العامه للمراقبه التراب الوطني تمكنت من تحميد تقريبا 99% من المخاطر على طيل هذه السنوات. كانت عندنا للاسف في هذه الخمس سنوات او الست سنوات الاخيره العمليه المعزوله اللي كانوا داروها في إملي النواحي ديال مراكش، وكانت هذه العمليه هذه. ولكن الحمد لله للاسف ان اودت بحياه شرطي، ولكن تم الوقت ديالها والتحديد ديالها قبل ما تقوم بمخاطر اخرى. اي ان اللي بغيت نوصل ليه، الفكره اللي بغيت نوصل لها، وهو مخاطر التهديد الارهابي دائما قائمه، لان هناك تهديدات قادمه من الخارج. كتعرفوا بان المحيط الاقليمي ديال بلادنا راه مطبوع وموسوم مجموعه من الاضطرابات، لا في منطقة الساحل ولا في منطقة الصحراء. أيضا عندنا شريط حدودي كبير اللي كنقوموا بالتنسيق مع جميع السلطات المغربية، كنقوموا بالتحصين ديالو باش نحاولوا أن كنصدوا أي تسلل محتمل، لأنه كما كتعرفوا أكبر تهديد الآن راه هو التطرف السريع والعودة المفترضة لأعضاء تنظيمات إرهابية اللي كينشطوا في منطقة الساحل أو في المعاقل الأخرى ديال تنظيم داعش. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بالنسبة للتطرف السريع، إلا لاحظتوا الإحصائيات اللي كشفت عليها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مؤخرا، تمكنا من توقيف حوالي 100 شخص في هذه السنوات الأخيرة، لأنهم كلهم كينشطوا في إطار ما يسمى بالإرهاب المعلوماتي، أي أنهم كيقوموا ببث دعايات تمجد تستقطب تجنيد العمليات الإرهابية. إذا حنا كنحاولوا ما أمكن نعملوا على المستوى السيبراني للحد من هاد لتجفيف هذه البيئه هذه اللي هي هوبيس، اللي هي اللي كتفرز لنا هذا النوع من الاستقطاب السريع. وحنا الحمد لله استطعنا ننجحوا بشكل كبير في هذه العمليه هذه. بالنسبه للاستاذ منير كتاوي، اتفق معك، كاين لكن ما تطور الارهاب تطوروا التكتيكات ديال العمليات الارهابيه. فهاد الناس هادو كيبحثوا على الطريقه البشعه للترويع والترهيب. الى هذا الشخص هذا نفذ الجريمه ديالو بشكل عادي، ما غيحققش دوك الاهداف ديالو اللي هو الترويع وبث الرعب. هاد الناس هادو يحاولون تقويض، راه العقيده ديالهم بين ظفرين، العقيده ديالهم هي تقويض مرتكزات النظام العام، وتقويض مرتكزات النظام العام لن يتاتى الا من خلال الترويع والترهيب. وهاد المساله هذه كتجلى وكتمثل فاش في طريقة القتل وفي طريقة التمثيل بالجثة. لهذا هاد الناس هادو لجؤوا إلى هاد العملية ديال إضرام النار حقا في, 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 في الشهيد اللي كنحتسبوا شهيد عبد الله الله يرحمه وتقبلوا قبول حسن في هاد النهار هذا. بالنسبة للاستعانة بالكاميرات، حنا سرية البحث كتفرض علينا أننا ما ندخلوش مجموعة من الأمور اللي النيابة العامة هي اللي كتشرف عليها الآن. ولكن اللي بغيت نقول لكم بانه المديريه العامه للامن الوطني والمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني لن تتهاون في حمايه موظفيها. وحنا كنقوموا بمجموعه من الامور لتحصين الموظفين. فعلا حنا كنخدموا في واحد خط تماس ما بين الحقوق والحريه ديال الناس، ولكن تسلمات الموظفين هي اولويه عندنا. لهذا حنا كنبحثوا الان على كان المديريه العامه حدثت هذه الاسلحه البديله باش اولا نضمنوا السلامه ديال الموظف ونضمنوا سلامه المجتمع فيه، لان حنا العبره ماشي هو تحييد الخطر. حنا كنحاولوا نلقاو القبض على
المتعامل المشابه فيه باش نحققوا معاه باش العداله تستجمع جميع المواطنين. حنا ماشي بحال شي تجارب اخرى اللي كتقوم بالتصفيه. حنا دوله كتشتغل في اطار القانون. الهدف ديالنا هو تحييد خطر ولكن دون الاخلال باي شكليه من الشكليات القانونيه. بالنسبه وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.